الكوميديا بتعمل ايه في حياة البشر؟ يا الكوميديا طبعا بتخليك ايه، ممكن ما تعالجش مشكلة بس تخليك عندك قدرة انك انت تتعامل مع المشاكل بايه، بشوية صبر ونعومة وفرفشة وكده. يعني يمكن ده يبان من الرسائل اللي بتجيلي من الناس، اللي هو انا مثلا دكتور او انا مهندس او كده، ونازل اعمل شغلي او نازل بتاع، وكان يومي مش عارف اعمل ازاي، فاتفرجت على مشهد من حاجه مش عارف ايه الدنيا بالنسبه لي، فانت قفلت لي اليوم بدري قفلته. قصدي يعني انت فرفشتني. فاظن هو ده دور الفعلي، يعني اللي هو زي في مقوله مشهوره بتقول لك ان هي يعني الضحك المساحات ما بتوقفش المطر، بس بتخليك تعرف تشوف يعني، فاهم؟ صحيح العربيه. صحيح. الكوميديا عامله كده يعني، ما بتوقفش الهموم بس بتخليك يعني تبقى ايه، في حاله نفسيه افضل شويه في انك تعرف تتعامل معاها. بعدين هي طريقه ذكيه في انك انت تقول حاجه فيها شويه نقد او فيها شويه سخريه انت زياده. انت قلت ليك تعبير انا قريته قبل كده او سمعته، ان الكوميديا وسيله لتفكيك المجتمع. ايوه صح. بالظبط، ان هي بتبقى فرصه انك انت تقدر تفك المشكله وتعيد تركيبها بطريقه تانية مضحكه. فانت بتبقى الكوميديا عامله زي السكر اللي بتحط على الماده الفعاله اللي في ادويه الاطفال كده، انت بتيجي تشرب الدواء. بالظبط. فهو الطفل مش هيتقبل، بتصبرك على البلاوي اللي موجوده اللي انت عايز تتكلم عنها. وبعدين وعلى فكره العدد. الرساله المباشره، الناس بتنفر من الرساله. صحيح. المباشره. صحيح. يعني حتى مثلا ايه، في القرى لما بيبقى طبيب القريه بيخبط على البيوت ممكن ما يفتحولوش، لكن لو سمعوا صوت الاراجوز يطلعوا جري. صحيح. فده جاي يعالج وده جاي يعالج، يعني ده جاي يعالج المجتمع وده جاي يعالج مرضى، بس الناس بتنفر من العلاج المباشر اللي هو الصريح اللي عامل كده. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.